لا طريق إلى الخلاص من الموت والحصار هنا، حيث يضيق النظام السوري الخناق على المدنيين في درعا رغم الوعود الروسية بإنهاء الحملة العسكرية التي يشنها الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له. خمس وأربعون يوما من المعارك والقصف يريد النظام السوري استمرارها إلى اللحظة الأخيرة، رغم كشف مصادر محلية عن تأكيد المسؤولين الروس لشيوخ عشائر درعا انتهاء الحرب في المحافظة والاتفاق النهائي على بعض الأمور، في وقت رفض وجهاء العشائر مواصلة استخدام الميليشيات الإيرانية للمحافظة والحصار المفروض عليها. وإيقاف كافة الأعمال العسكرية على أرض حوران فورا، فك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لدرعا، وقف تمديد الميليشيات الإيرانية وحزب الله في الجنوب تحت أي مسمى. هذه المطالب تفتح الأسئلة مرة أخرى حول مدى مصلحة روسيا بإعادة الهدوء إلى درعا وإلزام الأسد ومن خلفه إيران باتفاقية التسوية التي كانت أكثر خطرا على الأسد من اتفاقيات التهجير، وهو ما مكن درعا من الحفاظ على بعض قوتها بسبب تضارب المصالح بين موسكو وطهران. واستطاعت درعا بالفعل مقاطعة انتخابات الأسد الأخيرة، حيث يبدو جلياً أن الحملة الحالية على درعا هي بمثابة رد الصفعة لمهد الثورة السورية. لكن ورغم لعب روسيا دور الوسيط بالعلن وهي الضامن لاتفاق الجنوب، لا تزال تتحمل مسؤولية التصعيد الحالي، ولها مصلحة بإنهاء استمرار استحواذ الأهالي على السلاح الخفيف، والذي يعني بقاء المنطقة في حالة من عدم الاستقرار وبالتالي صعوبة تأمين طريق دمشق عمان، كما يعني تحويل درعا إلى نموذج مشجع لبقية مناطق التسويات، وإخفاق روسيا في فرض السيطرة على المناطق وإفشال لعبة التوازنات التي تمارسها بالجنوب السوري تحديدا لصالح تل أبيب.